وأكد مرة أخرى التأكيد جاء من هيئة أو إذاعة الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي مصري في تبادل لإطلاق النار هذا. تعقيبك الأولي برأيك على هذه التقارير، وأين يمكن أن تؤدي بالعلاقات بين الجانبين؟ مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بك. بكل تأكيد هذه الحادثة حتى هذه اللحظة على عهرة مسؤولية الجانب الإسرائيلي، وسبق القناة 13 أن ذاعت هذا الخبر ثم سحبته وقات من الرقابة العسكرية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون لك مصدر ثقة في كل ما يبدو على إسرائيل أن فيه كثير من بعض الأكاذيب أو على الأقل المعلومات المغلوطة ونقل حقائق غير كاملة حتى هذه اللحظة، وبالتالي مصدر الموثوقية في الجانب الإسرائيلي مصدر ضعيف ومصدر غير مصدر ثقة وغير أيضا لا يتسم بنوع من الشفافية فيما يتعلق بمثل هذه الأحداث، وبالتالي الجانب المصري حتى هذه اللحظة لم يعلق ولم يصدر أي تصريح، والثقة الكاملة هو ما سيكون لدى الجانب المصري إذا كانت هناك حادثة من الأساس في هذا الشأن. بكل تأكيد إذا كان على عورة الجانب الإسرائيلي وقعت مثل هذا الأمر فأعتقد الجانب الإسرائيلي يتحمل مسؤولية كاملة، لأن سبق للقاهرة على مدار الأسابيع الماضية بشكل متنامي ومستمر على مدار الساعة وجهت تحذيرات بالغة الحدة للجانب الإسرائيلي على المستوى السياسي والأمني وحتى على لسان مصدر مسؤول في القاهرة الإخبارية عشرات المرات طيلة الأيام الماضية، وأعتقد هذه المنصة منصة موثوقة وتنال كثير من الاحترام في القاهرة، وأعتقد تعبر عن وجهة نظر مصرية قوية، وبالتالي الجانب الإسرائيلي عليه أن يعي تماما أن مثل هذا الحدث لو كان وقع طبقا للرواية الإسرائيلية فأعتقد لأنه دائما طبقا حتى عندما نتحدث يعني الرواية مشكوك فيها، لأنه الآن يعني القناة 12 القناة 13 إذاعة الجيش الإسرائيلي كما تبعنا معريف أيضا تؤكد مقتل جندي مصري في تبادل إطلاق النار هذا، وتؤكد أيضا أنه عقب هذا الحادث مسؤولو الجيش الإسرائيلي أجروا اتصالات مع مسؤولين مصريين لتباحث في هذه القضية وربما حتى لا تتطور أكثر لوقف إطلاق النار إن صح التعبير. كل هذا ما زال حتى هذه اللحظة عشان نكون دقيقين على عورة الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر حتى هذه اللحظة ليس له رد فعل في القاهرة، والسلطات المصرية لا تظهر أي نوع من التعقيب حتى هذه اللحظة، وبالتالي علينا من الأفضل أن ننتظر إذا كان هذا من الأساس قد حدث من عدمه أن ننتظر رواية مصرية للتصديق أو على الأقل للتأكيد أو نقل الحقيقة، باعتبار أن هناك كثير من عدم الثقة لدى المصريين في كل ما يخرج من إسرائيل، وبالتالي هذا الحادث لو كان قد حدث طبقا لرواية الجانب الإسرائيلي أنا أعتقد سيكون لديه تداعيات كبيرة، لأن الجانب المصري أعلنها مرات عديدة أن حال معبر رفح أو التواجد في منطقة رفح سيكون خط أحمر، ولديه كثير من المحاذير في هذا الأمر، وسبق أن وجه عشرات التحذيرات على الجانب الإسرائيلي. إذا قبل الجانب الإسرائيلي بأن يكون هذا هو ما حدث أعتقد أن هذا الأمر سيحتاج إلى أيام وأيضا أسابيع طويلة حتى يكون هناك تحقيقات ويكون هناك إبراز الموقف ماذا حدث بالضبط، وأعتقد الجانب المصري لديه من الردود والمواقف والجهوزية للتعاطي مع كل أشكال هذا الموقف من نوعه أو ما غيره، خاصة أن الجانب المصري قال علنية وصراحة أن القاهرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بالمساس بأمنها القومي وأن هذا خط أحمر وأن هناك كل السيناريوهات وأن هي جاهزة كل الخيارات والسيناريوهات وموجودة مطروحة على الطاولة، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يؤدي لأن يكون هناك أزمة كبيرة تتحملها إسرائيل ونتنياهو في المقام الأول، لأنه لم يعي تماما صرامة وقوة الموقف المصري وقوة رد فعله القوية في هذا الشأن طبقا لبيانات على لسان مسؤولين مصريين لما تتمتع به القيادة المصداقية وموثوقية في التعاطي مع تفاصيل المشهد منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وأعتقد ستكون طمة كبرى فيما يتعلق باستمرار هذا الاحتلال في معبر رفح، ولن تقبل القاهرة به، وربما الجانب الأمريكي عليه أن يتدخل لإنقاذ كان معارض كامب ديفيد، لأن القاهرة حذرت أي نوع من التجاوزات ستؤدي إلى تعليق وتجميل هذه المعاهدة، يكون لديها ردة فعل قوية في كل ما يهدد استحقاقات الأمن القومي المصري، وأعتقد إسرائيل بمثل هذا الأمر لو كان حدث تعبس بالنار أو تلعب بالنار مع القاهرة، وأعتقد أن القاهرة سيكون لديها رد فعل قوي إذا ثبت صدقية وحقيقة هذه الرواية الإسرائيلية حتى الآن.
نعم أستاذ أشرف، لو سمحت لي دعني فقط يعني أتحول إلى القدس لأنه ينضم إلينا في هذه التغطية لهذه التطورات أيضا الكاتب والباحث السياسي شلومو غانير. أستاذ شلومو، ربما دائما نؤكد أن هذه الرواية وهذه التأكيدات من الجانب الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي الآن يؤكد أنه حادث إطلاق النار على الحدود المصرية قيد التحقيق وأن هناك اتصالا مع الجانب المصري. تعقيبك بداية، وأي آثار في حال تأكد هذا الموضوع ومقتل جندي يعني مصري أيضا ربما يعقد الأمور إلى حد كبير؟ أولا يجب الإعراب عن الأسف العميق لأي مقتل من أي عنصر، سواء مقاتل أو شخص عادي أو مواطن، من جراء ما يجري حاليا في قطاع غزة عامة. ولذلك هذا هو الأسف على كل حياة لكل مواطن. بالنسبة للموضوع، أعتقد حتى الآن لم يصدر أي تعقيب رسمي إسرائيلي بالنسبة للموضوع، باستثناء التأكيد بأنه تم تبادل النيران، أي هناك تبادل، تم فعلا تبادل النيران، وهذا يستلزم التحقيق، وعلينا الانتظار لنتائج التحقيق وعدم التسرع في التصريحات أو التهديدات أو إثارة النعرات واللجوء إلى أشياء قد تصعد حدة الأمور. علينا الانتظار مع كل الأسف لما حدث لنتائج التحقيق. علينا نذكر بأن ولكن من يتحمل إذن في حال هذا الأمر؟ لأن الجيش حتى الآن يؤكد أن الحادث وقع وأن هناك تحقيق وأن هناك اتصال مع الجانب المصري. يدعو تحرى أن تقول لا إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي في حادثة إطلاق النار مع الجانب أو القوات المصرية، بينما إذاعة الجيش تؤكد مقتل جندي مصري في هذا الأمر. هذا ما نتوفر عليه وربما الروايات المتوفرة، لكن لتصل الأمور لهذا الأمر، من المسؤول عن تصعيد الأمور بدخوله لمعبر رفح وسيطرته على معبر رفح من جانب الفلسطيني، وهذا أمر كانت تحذر منه القاهرة منذ اليوم الأول؟ نعم، ولكن مع ذلك خلال الأسابيع الأخيرة قبل دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح، تمت اتصالات بين الجيشين بين البلدين لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المؤسف عليها، إلى درجة أنه تم عرض الخطط العسكرية الإسرائيلية مع زوايا إطلاق النار لمنع وقوع إصابات من هذا النوع الذي للأسف شاهدناه اليوم. لذلك أعتقد أنه عدم التسرع، عدم التحليل والخوض في أساطير وفي روايات مختلفة، طالما هناك تحقيق يجب أن يتم. وأعتقد أن الماضي المرير لمثل هذه الحوادث أثبت بأن نتائج التحقيقات التي جرت بالتعاون المشترك بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية قد أثبتت نجاعتها، وأن دليلا على ذلك هي معاهدة السلام، مراعاة معاهدة موضوع الملاحق الأمنية، وطيلة 43 سنة الماضية بدون وقوع حوادث يؤسف عليها. ولذلك لا يجب التسرع بالرغم من الحادث الذي وقع قبل دقائق معدودة، ولذلك لا يمكن استخلاص العبر والقول والإشارة من هو المسبب وما هو السبب وما هي الاستنتاجات. يجب الانتظار والتحلي بالصبر. نعم، وهنا دعني يعني أعود للسيد أشرف ضيفي من القاهرة تعقيبا على هذه التطورات بانتظار ربما التفاصيل أكثر أو حتى ربما تعقيب مصري رسمي على هذا الأمر. لكن حسب الجيش الإسرائيلي كما تابعنا أن هناك اتصالات مع الجانب المصري،
ما هي فرص ربما احتواء أي تصعيد خاصة بالنسبة لمصر اللي كان لها تحفظات كثيرة وخطوط حمراء حددتها، لكن بالمقابل لا تسعى لتصعيد المواقف، وأيضا لديها دور وساطة للتهدئة ولوقف إطلاق النار، وربما حتى بالغد من المفترض أن تنطلق جولة جديدة. بكل تأكيد أعتقد أن لديها موقف واضح منذ الساعات الأولى في 7 من أكتوبر وحتى الآن، وحتى قبل دخول معبر رفح من قبل الجانب الإسرائيلي كانت التحذيرات المصرية واضحة، وكان رد الفعل المصري قوي، ومجموعة الرسائل أرسلت في الأسبوعين الماضيين على لسان القيادة المصرية والرئيس المصري، حتى الخميس الماضي وزير الدفاع المصري كان لديه رسائل قوية في هذا الشأن، وقال أن القاهرة جاهزة لكل السيناريوهات التي ربما تفرض عليها. الجانب المصري لديه كثير من مواقف الاستعداد للتعاطي سياسيا ودبلوماسيا وتفاوضيا، وحتى كل ما يتعلق بتداعيات الأمن القومي، وأيضا أن يكون هناك ردات فعل، كل هذا وارد. لكن نحن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نثق في الرواية الإسرائيلية. أعتقد المصدر الموثوق المصداقية الوحيد وأن يكون هناك تعقيب وتعليق من الجانب المصري، لأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعهد إلى أو نجنح إلى الرواية الإسرائيلية التي ربما تكون فيها جزء من الكذب أو عدم الوضوح أو عدم نقل الحقائق كاملة لتفاصيل ما حدث. وبالتالي في ضوء ما رواه الإعلام الإسرائيلي وقناة هيئة البث الإسرائيلية وقناة 13 وأيضا بعض الصحف الإسرائيلية، أعتقد هذا الأمر سيكون لديه تداعيات بكل تأكيد، وأعتقد الجانب الإسرائيلي سيسعى كثيرا ومرارا خلال الساعات القادمة عبر الدوائر السياسية والأمنية وحتى لجنة الفصل العسكري طبق الاتفاق كامب ديفيد واتفاق المعابر بين البلدين، ستفعل هذه الاتصالات على مدار الساعة لاحتواء أي نوع من التصعيد، خاصة أن القاهرة غير راغبة في التصعيد لكنها تريد أن تعرف حقيقة ما حصل. وأعتقد هذا الأمر موضع نقاش وتداول في القاهرة، وربما يكون الجانب الإسرائيلي سرع من وتيرة الاتصالات حتى يكون هناك توضيح للحقائق في حالة وقوع مثل هذا الحادث حتى هذه اللحظة. وبالتالي هذا الأمر سينعكس على كثير من جوانب الاتصالات بين الجانبين، وربما هناك غضب واحتقان في الجانب المصري بسبب أن إسرائيل لم تستمع جيدا للاءات والخطوط المصرية، وربما هذا الحادث سيعيد النظر في التواجد الاحتلال الإسرائيلي في منطقة رفح أو حتى في معبر رفح من الجانب الفلسطيني. لكن حسب الرواية أستاذ أشرف، حسب الرواية الإسرائيلية دائما مرة ثانية حتى لا يتكرر هذا الأمر، كانوا يفيد يعني تفيد بأن الجنود المصريين هم اللي كانوا سباقين بإطلاق النار حسب الرواية دائما الإسرائيلية وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. قلت لحضرتك نحن لا يمكن حسب الرواية الإسرائيلية ولا يمكن أن نثق فيها إلا إذا كان رد فعل، لأن التحقيق المصري والجهات المصرية المعنية وهي جهات أمينة ودقيقة لديها من الثقة والموثوقية طيلة تاريخ هذا الصراع، ثم أيضا في منذ كم يفر حتى الآن ما يصدر عن جانب مصر هو الصح والصحيح في هذا الأمر، وربما عندما تخرج الجانب المصري بتأكيدات أو مواقفه وتصريحه سيكون لدى القاهرة خيار التعامل مع تفاصيل المشهد، لأننا لا يمكن أن نثق في الرواية الإسرائيلية التي كما تفعل في غزة على مدار 9-8 أشهر من إلقاء التهم والأكاذيب، لا يمكن أن نثق فيها إلا في ضوء ما تقرره السلطات المصرية وتعلنه لجماهير الدولة المصرية والمجتمع الدولي وحتى الدول الإقليمية. وبالتالي هذا الأمر الآن موضوع تداول ونقاش، وأيضا أعتقد أن هذا الأمر سيكون لديه تداعيات فيما يتعلق بمعالجة مثل هذا الأمر حتى لا يتكرر، وأعتقد الجانب المصري أخطأ كثيرا فيما يتعلق إذا حدث هذا الحادث بردات الفعل والتعاطي مع تفاصيل المشهد، لأن إسرائيل مخطئة من الأساس ولم تستمع ولم تهتم ولم تتعاطى بإيجابية مع مجمل المواقف المصرية والتحذيرات المصرية منذ 7 أكتوبر وحتى قبل احتلال معبر رفح في الأسبوعين الماضيين. وأعتقد أن أي تجاوز إسرائيلي سيكون له محل من التعاطي المصري مختلف، وربما يشكل مفاجأة للجانب المصري أيا كان الخيارات لدى القيادة والدولة المصرية، والساعات القادمة ستسفر عن مجموعة من المواقف المصرية، وعلى الجميع أن نتابعها بكثير من الدقة حتى يكون هناك بالفعل معالجة للأمر، سواء فيما يتعلق بالاعتذار أو التراجع أو الانسحاب الإسرائيلي أو حتى فيما يتعلق بردات الفعل المصري، كل هذا وارد على مدار الساعات القادمة. ما رأيك أستاذ شلومو، ما مدى مصداقية بداية الرواية الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن نعتد بها، وكيف أو بما نفسر أنه ليس هناك أي تأكيد أو تعقيب مصري حتى الآن على هكذا حادثة، بينما أنه في حالة كان هناك إصابات أو مقتل جندي الأولى بالجانب المصري أن يؤكد
الأمر أو يعلن عنه. أعتقد أن هذا ما يثبت دقة الوضع وعدم التسرع، أي المستوى المسؤول وليس المستوى الصحفي، أي أنا وزميلي في القاهرة الذي يحاول إثارة أو التعقيب أو التصور أشياء والتصريح والتهديد قبل صدور بيان رسمي. أكيد يكون على أعلى المستويات. أعتقد أن دقة الوضع تستلزم الانتظار، التريث، التحقيق، تبادل وجهات النظر، التعاون المشترك، ذكر أن هذه في هناك مصالح مشتركة يجب أن معالجتها، يجب أخذ بعين الاعتبار العبر من هذا الموضوع لعدم تكرار، يجب أن نأخذ أيضا التاريخ المرير الذي كانت قد تعرضت له أيضا في السابق قوات ومواطنين إسرائيليين من قبل الجهات المصرية. كل هذا إسرائيل لم تنفعل الآن، وأنا لم أنجر إلى ذكر التاريخ القريب أو البعيد لما حدث في سيناء وما تعرض له سواء مواطنين إسرائيليين أو جنود إسرائيليين. ولكن أعتقد بأن يجب منح السلطات المسؤولة سواء في الجانبين الإسرائيلي والمصري كافة الوقت والإمكانيات لدراسة وتحقيق الأمور بصورة غير متسرعة، بصورة هادئة بعيدا عن المشاعر. توقفنا حتى عند الفترة الماضية من خلال إصرار إسرائيل ورفع الموضوع إلى على تخطي الخطوط الحمر وعندها تصدر البيانات الرسمية. إصرار رغم التحذيرات المصرية ورغم اتفاقيات ومعاهدة السلام بينهما، هذه نعم كلها أمور تخطتها إسرائيل. أيضا خلال الفترة الماضية كان هناك نوع وكأنه مساعي إسرائيلية للهروب للأمام، نتنياهو والجيش وما إلى ذلك، واستدراج أيضا مصر من خلال مجموعة من المعلومات لتشكك فيها في دورها وفي وساطتها، وهو أمر عملت القاهرة على نفيه، وكأن هناك سيناريو إسرائيلي لتوسيع الأمور وربما حتى لأزمة أو خلق أزمة مع مصر. بالفعل سيدتي العزيزة ثانية، وأعود وأكرر وأطلب التريث ومنح الجهات المسؤولة، أي الجهات لدى إسرائيل والمصرية، بالتعاون في التحقيق والوصول إلى النتائج والاستنتاجات المطلوبة، وعدم الانجرار بصورة متسرعة كما نحاول في هذه المقابلة التوصل إلى نتائج والتهديدات وغيرها من المواضيع المسبق من الوصول إليها مع نتائجها السلبية التي وتداعياتها السلبية على علاقات بين بلدين. أعتقد بأن تاريخ العلاقات الإسرائيلية المصرية وتاريخ معاهدة السلام والتزام البلدين طيلة 43 سنة الماضية أثبتت نجاعة العلاقات القائمة والتزام الطرفين، بالرغم من أحيانا وقعت بعض الأمور غير السهلة، ولكن العلاقات بين البلدين تجاوزت هذه المحن، ونحن وربما أمام اختبار جديد علينا الانتظار والتحلي بالصبر والانتظار لنتائج التحقيق والبيانات الرسمية المسؤولة وغير المتسرعة أو التي مبنية على المشاعر الحالية. أعتقد يجب الانتظار مرة ثانية لبيان رسمي سواء من القدس أو من القاهرة. نعم بالتأكيد، ودعني أستاذ شلومو أستاذ أشرف أيضا أرحب بانضمام ضيفنا من القاهرة الخبير في شؤون الأمن القومي دكتور محمد عبد الواحد. دكتور محمد، فقط لأعيد آخر الأنباء وكلها صادرة من الجانب الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي حتى الآن أكد فقط حادث أنه هناك حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر، وأن الأمر قيد التحقيق، وأن هناك اتصالات مع الجانب المصري، بينما إذاعة الجيش
الإسرائيلي تحدثت عن مقتل جندي مصري وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار عند معبر رفح، وأشارت أيضا إلى أن الجانب المصري هو من بدأ بإطلاق النار حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. تعقيبك في هذه المسألة، وما الذي يحمل تطور كهذا؟ أهلا بحضرتك الأول، وأهلا بضيفك الكريم، وأهلا بمشاهدينك الكرام. الحقيقة هو حدث، يعني أنا شايف أنه حدث عرضي، ليس هناك تفاصيل حتى الآن، لا توجد بيانات رسمية من قبل الحكومة المصرية أو حتى من قبل الجيش المصري. لا شك أن كانت هناك توترات مصرية إسرائيلية خلال الفترة السابقة. بدأ الزج باسم مصر كثيرا منذ ديسمبر الماضي، ومصر كانت حريصة على عدم التصعيد أو عدم الانفعال لردة الفعل الإسرائيلي، لا سيما أن كان معظمها تقريبا من الصحافة أو الإعلام الإسرائيلي كان يزج باسم مصر، واتهامات باسم مصر، والتشكيك في دور مصر في المفاوضات، وأحيانا أخرى أن مصر تساعد حماس وأن هناك أنفاق مصر تدعمها، يعني أشياء من هذا القبيل كثيرة جدا. والحقيقة مصر كانت ملتزمة الصمت بسبب دورها اللي هو كان أكبر من أنها ترد، وهو دور الوساطة ما بين الأطراف لوقف إطلاق النار وحقنا للدماء والاستقرار في الإقليم، وبالتالي كانت بتفضل دور الوساطة عن الدخول في مهاترات من هذا الشأن. هناك 45 عاما من اتفاقية سلام ما بين البلدين، كان في مارس الماضي بنحتفل بالذكرى 45، فعلا فرضت سلام في الإقليم بالكامل. هناك كانت علاقات طيبة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، وتبادل الآراء في بعض الملفات الإقليمية والدولية حتى في الأمن ومكافحة الإرهاب، ولا ينكر هذا إلا مكابر. وأنا أتخيل أن الموضوع لا نجعله موقف ما بين دولتين، ولكن التحقيقات سوف تظهر ما هي التداعيات لهذا الحادث. ربما يكون حادث فردي، ربما بسبب أحداث أمس في رفح هناك حالة من الحدة، حالة من التوتر. أتخيل أن التحقيقات خلال الساعات القادمة هتكشف ملابسات الحادث. عندما تتحدث عن حادث فردي، كيف تتعامل أيضا مع ما تفيد إذاعة الجيش أن الجانب المصري هو من بدأ؟ والله دي هو اللي قال، انا لغايه دلوقتي ما عنديش رد من الجانب المصري. الجانب المصري المفروض انه هيخرج ويرد، سواء المتحدث العسكري او المتحدث باسم يعني وزاره الخارجيه، ايهما يعني اي متحدث يجب ان يخرج ويؤكد لنا او ينفي صحه هذه الاحداث من كذبها. لكن انا منتظر الجانب الاخر، يعني انا اعتدت على اخذ يعني طرف واحد في هذا، وشفنا ان حتى الاعلام الاسرائيلي خلال الفتره السابقه كان هناك في لغط كثير جدا، هو بيتصارع على الخبر او الحدث، ولكن بيبقى في اخطاء زي الصوره اللي وضعوها لصحفي مصري وقيل انها لاحد قيادات حماس، يعني هذا النوع اختلط على الاعلام في حاله فوضى. لا شك ان في حاله فوضى إعلامية في إسرائيل بسبب الأوضاع الراهنة، حالة توتر سياسي في الداخل، توتر معركة أتخيل أنها حتى بدون حسابات، لأنها حتى الآن لم تتوقف ولم تحقق أهدافها المرجوة حتى الآن، يعني بتحقق أهداف على مستوى المدنيين وقتل المدنيين والأطفال والنساء، لكن حتى الآن لم تحقق أهدافها الحقيقية المعلن عنها، وبالتالي هناك توتر، هناك ضغوط من الداخل، ضغوط شعبية من أسر الأسرى، ضغوط من الشارع، حالة من عدم الثقة ما بين المستوى السياسي والعسكري، ما بين المستوى الأمني والعسكري. والمستوى الأمني كمان خلال الفترة السابقة طلع تقارير تفيد أن الأمن القومي الإسرائيلي معرض للخطر بسبب إطالة أمد الحرب وسمعة إسرائيل الدولية وأمور كثيرة جدا، خسائر كبيرة في صفوف الطرفين، لكن الخسائر المدنية هي الأكبر طبعا، وحتى الآن لم تتوقف الحرب ولا بشائر حتى لتوقف، حتى وإن كانت هناك مفاوضات والإعلان عن جولة أخرى من المفاوضات، لأن تركيبة المفاوضات فيها خلل، فيها خلل
كبير، سواء خلل في هيكلة المفاوضات لا سيما ان مثلا من ضمن الوساطات هي الولايات المتحدة الأمريكية وهي طرف أصيل في الصراع، فكيف تكون أصيل وهي الراعي الرسمي للمفاوضات؟ هذا خلل. خلل أيضا في تباين الأهداف والدوافع ما بين إسرائيل وما بين حماس. إسرائيل تريد مقاربة أمنية فقط، تدخل المفاوضات للإفراج عن أو تحرير الأسرى فقط، ليس لديها أي مطالب أخرى. وحماس تريد مقاربات سياسية باعتبارها فصيل مقاوم بتدافع عن حق الشعب الفلسطيني، وتريد مقاربة سياسية. تباين في القوى السياسية والعسكرية لكل طرف، ودي أكبر مشكلة. إسرائيل هي الطرف الأقوى سياسيا وعسكريا وتكنولوجيا، وبالتالي ده بيخليها تتعامل بنوع من الاستعلاء مع التقارب مع حماس. ولذلك نجد أن مثلا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو يرفض تماما المفاوضات شكلا وموضوعا، يرفضها تماما، ولكنه في نفس الوقت مجبر عليها، يرفضها لأسباب أن دي دولة إسرائيل ولا يحق لها أن تتعامل مع منظمات دونها أو تنجر لتنفيذ طلبات من منظمة. بالتأكيد هذه سجلات أخرى، لكن لأعود لمسألة معبر رفح وإدارته والوجود الإسرائيلي عليه، إلى أي مدى هذا سيفتح النقاشات مجدداً خاصة في ضوء الأحاديث، ولدينا يعني حتى وزير الخارجية المصري والأردني هم في بروكسل اليوم مع حتى تباحث مسألة أنه مهمة أوروبية للمساعدة على الحدود لمرور البضائع وكذلك الأشخاص، وهي مهمة يوبام. إلى أن مدى هذا يمكن أن يعطي دفعة لهذا السياق لتفادي هكذا سيناريوهات، يعني حالات فردية أو غيرها، يعني مجرد الريسك نفسه. في لجنة أمنية مشتركة ولجنة عسكرية مشتركة ما بين مصر وإسرائيل بتعقد من فترة لأخرى، وأتخيل أن هي بتعقد بسرعة عالية جدا، وللوقوف على ملابسات الحادث وفتح تحقيق. لا شك أن معبر محور بلاديلفيا ومنطقة رفح تم فتحها في ديسمبر الماضي، يعني إسرائيل نظرا لحساباتها الخاطئة من 7 أكتوبر وحتى ديسمبر كانت تعتقد أنها تنهي العملية في ظرف أسبوع 10 أيام، ثم أجلت لنوفمبر ثم ديسمبر، وبدأنا نزج باسم محور بلاديلفيا أهمية وجود قوات إسرائيلية في رفح لتحقيق نصر حاسم كما يقول نتنياهو، أو نصر الكامل. وده الحقيقة أغضب مصر منذ البداية، لأن شافت أن تواجد قوات إسرائيلية في منطقة رفح ده ضد اتفاقية السلام الموقعة ما بين البلدين، لأنه بيخل كمان بشكل المنطقة. إحنا متفقين في بروتوكول 81 على ضوابط للتواجد الميداني في رفح الفلسطينية، بحيث أن العدد ما يزيدش عن 4 كتائب مشاة بحد أقصى 4000 جندي، ممنوع الدبابات، الصواريخ، ممنوع المدرعات، وبالتالي وجود أي جندي إضافي يجب أن إسرائيل تطلب من مصر موافقة أمنية على إضافة حتى ولو جندي، لأن لو أضافت أي جندي ده بيعتبر انتهاك وبيعتبر سلوك عدواني على مصر، لا سيما أن هناك اتفاق سلام. ده أغضب القاهرة، والقاهرة حذرت الأمريكان وأبلغت الأمريكان وأبلغت إسرائيل إن هذا يعني أغضب القاهرة. كمان وجود قوات إسرائيلية في هذه المنطقة يقلق أيضا القاهرة، لأنه يهدد الأمن القومي ويهدد السيادة المصرية. هناك تخوف من ارتفاع العمليات وثم يحدث تهجير، سواء قصري أو تهجير طوعي، وده ترفضه القاهرة. إسرائيل تتواجد في المنطقة لإحكام السيطرة بالكامل، يعني خلال الفترة السابقة الأيام السابقة قامت بإنشاء طريق من معبر كرم أبو سالم لمعبر رفح، طريق موازي، يعني حدود فيلادلفيا بتبعد حوالي 100 متر عن الحدود المصرية، وبعديها ب 200 متر تاني عملت طريق تاني موازي للطريق الأولاني. يعني إيه الأسباب إنها تقوم بإنشاء طريق مرة أخرى، ألا إذا كان لديها أغراض وإذا كان لديها نوايا من إنها تقوم بعمل عسكرة في هذه المنطقة أو ترتيبات أمنية أو حصون أمنية، وده ضد القانون الدولي، لأن القانون الدولي بينظر إلى إسرائيل على أنها دولة احتلال، وبالتالي يمنع عليها
انها تنشئ اي ترتيبات امنيه او ان تقيم حواجز او انها تتحكم، لكن طيب. هي تريد ان تتحكم في المعابر بالكامل، يعني عايزه موضوع الغذاء. فقط دعني اعرض الان نتابع على الشاشه يعني تغريده على موقع اكس لافخاي ادرعي وهو المتحدث بالجيش الاسرائيلي للاعلام العربي، واللي قال انه قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية وأنه يجري التحقيق في هذا الموضوع كما يجري التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن. تعقيبك أستاذ أشرف في هذا الصدد، وربما حتى أنه هناك لجنة أمنية مشتركة كما أشار إلى ذلك دكتور محمد، يعني تقوم ربما باجتماعات دورية ونقاشات دورية، إلى أي مدى هذا يمكن أن يلعب دور للاحتواء فيما يتعلق بهذا الحادث بانتظار التعقيب المصري نفيا أو تأكيدا بطبيعة الحال؟ بكل تأكيد بعد تصريحات المتحدث باسم الخير باسم الجيش الإسرائيلي، أعتقد الأمر الآن ربما يتضح بعض ملامحه في هذا الشأن، وأعتقد الأمر ما زال حتى هذه اللحظة موضع نقاش وتداول بين القاهرة. هناك لجان عديدة على المستوى الأمني والاستخباراتي وعلى المستوى أيضا لجنة التنسيق العسكرية طبق الاتفاق كامب ديفيد، أعتقد أن هذه اللجنة هي اللجنة التي تتواصل على مدار الساعة فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالشق المصري الإسرائيلي، وبالتالي هذه اللجنة وهذا التنسيق ربما يلعب دورا كبيرا في معالجة أسباب هذا الحادث، خاصة أن التحذيرات المصرية كانت واضحة وأيضا كاملة، وأعتقد أن هذا الأمر سيترتب عليه ترتيبات جديدة للتواجد الإسرائيلي في منطقة رفح خلال الساعات القادمة، لأن التحذيرات المصرية كانت تؤكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى إخلال بمنظومة الأمن القومي المصري، وأن هذا الأمر سيكون لديه تداعيات خطيرة، وإذا حدث هذا الحدث بالفعل وكان هناك ما يشاع في الصحافة الإسرائيلية من إصابة أو تعرض جندي مصري للخطر، أعتقد سيكون لديه ترتيبات خاصة جديدة في هذا الأمر. القاهرة لا تسعى من هذا الحدث إلى التصعيد، لكنها تسعى لأن يكون هناك معالجات هادفة يتم التوافق عليها طبقا لما تم بين البلدين منذ 45 عاما حتى الآن، ومعالجة كثير من القضايا التي وقعت في السنوات الأخيرة بنفس المنوال من الحركية والمنهجية لمعالجة وتجاوز مثل هذه الأخطاء، وأعتقد الجانب الإسرائيلي تقع عليه المهمة الأكبر لأنه هو الذي بادر بارتكاب هذه الحمقات فيما يتعلق باحتلال معبر رفح، ولم يكن لديه درجة كبيرة من الإيعاز بالتعاون مع الجانب المصري حتى لا يشعل هذا الأمر ويؤدي لنوع من التوتر غير المحسوب في العلاقات المصرية الإسرائيلية، خاصة أنها المرة الأولى منذ 45 عاما نشهد هذا الانسداد، هذا التوتر، هذا أيضا الاحتقان في العلاقات المصرية الإسرائيلية نتيجة أهداف سياسية لنتنياهو بالتصعيد في قطاع غزة وإشعال المنطقة حتى يضمن أن يكون لديه درجة كبيرة من البقاء في إسرائيل للحكم، وايضا لفت الانظار عن مجمل الجرائم الاسرائيليه التي تمارس في قطاع غزه، وبالتالي هذا الحادث سيتم احتوائه بالفعل. لجنه التنسيق العسكريه فيها كثير من الخبراء العسكريين الرسميين وتلعب دورا كبيرا في معالجه مثل هذه الاحداث، لكن التبعات تقع على اسرائيل في المقام الاول، وعليها ان تقدم بالفعل كشف حساب وان تسدد الفواتير المطلوبه لو كان هناك اخطاء وتجاوزات اسرائيليه، والاخطاء واقعه منذ اللحظه الاولى التي لم تستجب فيها إسرائيل للتحذيرات المصرية ومنع التواجد العسكري في منطقة رفح، لأن هذا الأمر من شأن أن يؤدي إلى تصعيد، وأعتقد كل ما أكدته القاهرة كان صحيحا، كان لديها رؤية وكان لديها كثير من الاطلاع بالتفاصيل هذا المشهد، وربما توقع هذه النتائج كانت قائمة، وأعتقد الكرة في الملعب عليه أن يعالج هذا الأمر وألا يتكرر هذا الحادث، وكل هذا سوف يتوقف على ردات الفعل المصرية خلال الساعة القادمة أو الساعات القادمة طبقا للتحقيقات وطبقا لما يتم التواصل إليه وما سيسفر عنه مجريات الموقف المصري تفصيلا خلال الساعات القادمة حتى تتبين كثير من الحقائق. لماذا برأيك تأخر التعقيب المصري أو حتى خروج المتحدث العسكري المصري ليؤكد، خاصة أن الأمر يتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام العربية وكذلك الإسرائيلية، خاصة مع تأكيد أيضا الجيش الإسرائيلي بهذه الحادثة، والحادثة اللي وقعت يعني قبل ساعات من الآن قبل أن يتم تأكيدها قبل أو خلال هذه الساعة فقط، أين هو الجانب المصري؟ أعتقد جانب مصر حاضر بقوة منذ إذا كان الحادث قد وقع بالفعل، أعتقد أنه يتدارس الأمر ويجري اتصالات والتنسيق وأيضا إجراء التحقيقات العسكرية
المناسبة والقوية حتى يكون لديه رد فعل في شكل وجوهر التعاطي المصري في الساعات القادمة. هل سيكون هناك بالفعل أخذ على إسرائيل توجيه كثير من الاتهامات المباشرة؟ إقدام إسرائيل على تقديم اعتذار رسمي وأيضا نتائج التحقيق ومعرفة من الذي سعى من قبل الجانب الإسرائيلي لاستخدام مثل هذا الأمر ليكون مبرر لإحداث نوع من التمركز والتموضع الإسرائيلي طويل المدى من قبل إسرائيل في منطقة رفح الفلسطينية؟ كل هذه الأمور تخضع لنقاشات وتحقيقات مصرية رسمية على المستوى السياسي. تتوقع اعتذار إسرائيلي أستاذ أشرف، خاصة أنه الجانب الإسرائيلي يتحدث أنه الجانب المصري هو اللي بادر بإطلاق النار حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي؟ أولا الرواية الإسرائيلية في نطاق إطلاق النار من قبل الجانب المصري مشكوك فيها، ويمكن أن نعلق إلا إذا حدث نوع من التعقيب المصري. الجانب الآخر أقل ما سوف يطالب فيه الجانب المصري لاعتذار الإسرائيلي، لكن ربما يكون لديه لائحة مطالب كثيرة خلال الساعات القادمة. لن تقبل باستمرار هذا الوضع مرة ثانية، وتواجد التمركز عسكري الإسرائيلي على منطقة رفح في الداخل الفلسطيني، بالإضافة لأن هذا التواجد العسكري الإسرائيلي من شأنه أن يسعى إلى تأجيج الأوضاع وأن يسعى إلى تقرير مثل هذا الحادث، خاصة أن الغضب والاحتقان المصري في حالة وقوع إصابات مصرية سيكون لديه مدعاة لاتخاذ القاهرة مجموعة من الإجراءات والآليات خلال الساعات القادمة لتغيير الموقف برمته سياسيا وأمنيا. وإذا احتاج الأمر أعتقد القاهرة تقول أنها لم تقبل بأي مساس بالأمن القومي المصري، وهذا الحادث سيكون لديه تبعات على الجانب المصري اتخاذ القرارات المناسبة لردع الجانب الإسرائيلي حتى لا يتكرر، وألا يكون هناك أي محاولات إسرائيلية للاستفزاز مسبقا أو لاحقا أو خلال الساعات القادمة، وبالتالي على إسرائيل أن يقدم التنازلات المطلوبة وأن يتعاطى بكثير من الجدية مع المطالب والمواقف المصرية خلال نتائج التحقيق وما بعد التحقيق وما سوف تقومه مصر لأحد مطالب لعدم تواجد عسكري إسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية، وأن يكون هناك تغيير في خارطة التعاطي بشأن دخول المساعدات ومواد الإغاثة المصرية، وأن يكون هناك على الأقل جدول زمني بتوقيت وإطار محدد للانسحاب الإسرائيلي من منطقة رفح، لأن هذا ما حصلت منه القاهرة منذ الساعات الأولى. وأعتقد أن هذه الرسائل كانت لديها درجة كبيرة من الموثوقية لأنها فضلت على لسان مسؤولين مصريين رافعين المستوى، وكانت موجهة في الأساس للجانب الإسرائيلي وأحاطت علم الجانب الأمريكي باعتباره الراعي الرسمي لاتفاق كامب ديفيد. وبالتالي أي ما حدث اليوم تتحمل إسرائيل في المقام الأول كافة الأخطاء وتتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة، لأنها سعت إلى أن تخلق وضع احتلال جديد في منطقة رفح وأن تسعى بممارسات استفزازية لتهديد الحدود والأمن القومي. وأعتقد خيارات وطروحات الجانب المصري ومواقفه طيلة الأسابيع والأشهر الماضية واضحة للجانب الإسرائيلي وللعيان، وأعتقد أنها تدرست كل هذه الخيارات وقالت أنها جاهزة بكافة السيناريوهات للتعاطي مع تفاصيل المشهد لحظة بلحظة، والجانب الإسرائيلي عليه أن يتحمل المسؤولية وأن يسعى لإمكانية معالجة هذا الأخطاء وعدم تكرارها، وهذا لن يتأتى إلا بانسحاب إسرائيلي من رفح، وأن يكون هناك على الأقل دخول على خط المفاوضات عند الآلية طيب ممتاز. دعني فقط دعني أتحول السيد شلومو تعقيبا على هذه النقاط، من يتحمل المسؤولية، ماذا عن التبعات، طبيعة التحقيقات والاتصالات الجارية والقائمة حاليا، وهل بناء عليها يعني تتعاطى إسرائيل مع المطالب المصرية تفاديا لأي تصعيد أو لتكرار هكذا حوادث؟ أولا مع كل الاحترام للزميل في القاهرة، وإحنا زملاء في الصحافة وفي التعليقات الصحفية، ولكن أعتقد بأن الزميل تمادى وتعدى على صلاحيات الجهات المسؤولة المصرية والإسرائيلية على حد سواء، وضع سيناريو بدون الاستناد إلى معلومات، استخلص العبر، أصدر القرار بتحميل إسرائيل المسؤولية، وأيضا قال بأنه سيتوعد ويهدد. لا، هو التحميل المسؤولية السيد شلومو ليس لطبيعة ما حدث اليوم، ولكن هذا من تبعات ما كان يحذر منه الجميع من سيطرة إسرائيل وتواجدها على الجانب الفلسطيني من المعبر من الحدود.
هذا يجب أن يتم التحقيق فيه في لجنة تحقيق مشتركة إسرائيلية مصرية. ولذلك هنا أعيد للذاكرة الجميع بأن حادث مؤسف وقع في شهر يونيو من العام الماضي من قبل جندي مصري اعتدى على مواطنين وعلى جنود إسرائيليين وقتل وما قتل، ولكن شكلت في حينه لجنة عسكرية مشتركة لاستخلاص العبر. ولذلك التعاون الأمني في كلا البلدين يشكل العمود الفكري في نظرتهما الأمنية. لا شك أنه سيتم تشكيل أيضا في هذا الحادث المأساوي اليوم لجنة تحقيق مشتركة على غرار حادث العام الماضي، لجان تحقيق داخل الجيش الإسرائيلي لاستخلاص العبر. هذا يتم بصورة دائمة بغض النظر عن اللجنة المشتركة التي أشير إليها التي قد يتم بموجب التعامل القائم بين البلدين. ولذلك يجب إعادة النظر أيضا في برنامج التعامل في الحدود السلمية مع مصر على غرار ما تم إعادة النظر في الترتيبات الأمنية التي كانت في حادث العام الماضي. وأعتقد أن ما أشرت إليه في المداخلة السابقة بأن سبقت وصول القوات الإسرائيلية إلى معبر سيناء إطلاع الجانب المصري على الخطط الإسرائيلية وأيضا تحديد زوايا إطلاق النار، وذلك لتفادي وقوع مثل هذا الحادث الذي وقع اليوم، وذلك قبل أن نشير إلى الجهة المسؤولة. الأهداف التي يجب أن نستمر معها يعني إسرائيل هي إذا كنا نتحدث أنه بانتظار التحقيقات سيد شلومي المفروض أن تكون مشتركة، سارع الجانب الإسرائيلي إلى إلقاء اللوم على الجانب المصري من خلال يدعوت أحرنوت وما نقلته عن مصادر عسكرية إسرائيلية على أساس أنه هي المسؤولة عن تبادل إطلاق النار المميت على الحدود ما بين غزة ومصر. بالتالي هناك استباق ربما لهذه التحقيقات من الجانب الإسرائيلي. سيدتي تفضلتي وذكرتي الناطق الإسرائيلي الذي أشار إلى ما أشار إلى. الماضي أثبت بأن بالإضافة إلى التحقيقات الإسرائيلية الداخلية التي تتم في مثل هذه الحوادث يتم عادة وتشكيل لجان عسكرية مشتركة إسرائيلية مصرية لبحث موضوع استخلاص العبر وتطبيق الاستنتاجات على الأرض. ولذلك يجب الانتظار وعدم الإسراع في استخلاص العبر وإلقاء اللوم والمسؤولية على هذا الجانب أو ذاك. أعتقد مرة ثانية أنصح الجميع عدم التسرع، عدم الانفعال، الانتظار لتشكيل اللجان. إلى لا شك أن في هذه الساعات تتم اتصالات على أعلى المستويات كما جرت في السابق. دعني فقط أنوه هنا سيد شلومو أننا بانتظار بيان للمتحدث العسكري المصري بشأن هذا الاشتباك بعد قليل. فقط أريد أن أنوه أنه بعد قليل سيكون هناك بيان للمتحدث العسكري المصري بشأن هذا الاشتباك وتبادل إطلاق النار ما بين الجانبين أو المتحدث العسكري المصري باسم أو بهذه التطورات. وهنا أتحول إلى الدكتور محمد عبد الواحد وهو خبير أيضا في الشؤون الأمن القومي، بانتظار ربما هذا البيان للمتحدث العسكري المصري، ماذا في هذه التطورات وماذا أيضا في التبعات برأيك؟ الحقيقة دي أزمة، إحنا في إدارة الأزمات إذا كانت أزمات بسيطة بيطلع المتحدث العسكري أو المتحدث الرسمي وبيلقي بيان في ساعتها. يعني التأخير المصري أنا شايف إن في موضعه، لازم يبقى فيه هناك تحقيقات والكتيبة المنوطة هناك تبتدي تبعت تقرير عن الحادث ويحدث تحقيق مع الجنود وبالتالي بتاخد وقت. ما حدث في إسرائيل ربما هناك سرعة، هناك تصارع على نقل الخبر، يعني تعامله مع الأزمة
كأنها أزمة إعلامية فقط، بعيدا عن أن البلد في حالة حرب، يعني حتى إسرائيل في حالة حرب وهناك جنود في غزة حالة من التوتر الشديد، وبالتالي أي أخبار تمس العسكريين أو تمس الجيش لها تأثير سلبي جدا على الروح المعنوية. هنا لا هم, في حالة هم يعني كان هناك وسائل إعلام يعني لأن الأمر تطور وكان ضبابي إلى حد كبير بعد وقوع وسائل الإعلام نقلات بعد ذلك تم حذفه بعد فرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية بعد ذلك بالضبط. تأكيد من الجيش الإسرائيلي وتعقيب من الجانب الإسرائيلي بانتظار الجانب المصري، لأنه أليس من المستغرب أن الجانب الإسرائيلي يسارع ويؤكد حتى مقتل جندي لدى الطرف الآخر؟ هناك إشكالية بتقابلنا في مشكلة الإعلام، يعني أكون أمين مع حضرتك، هناك حق المواطن في المعرفة ودي لازم نسارع فيها، وجزء آخر إذا كانت هذه المعلومات تؤثر على الأمن القومي أم لا، وبالتالي هنا دايما بيبقى الإعلام في حيرة من أمره، هل يسارع ويقول الخبر أم أنه له عواقب أخرى. أنا شايف أن ما حدث في إسرائيل دون وجود تحقيق هو سرعة نشر خبر تعامله مع الأزمة وكأنها أزمة عادية أو أزمة إعلامية فقط، ولا أنها أزمة كمان لأن فيها دولة أخرى وهي مصر، وأن الحالة مضطربة وأن العلاقات متوترة منذ فترة وفي ترقب حذر في حالة استنفار أمني في سيناء، وهذا لا ينكره أحد بسبب تداعيات الاجتياح البري لغزة، وبالتالي لازم يكون في حالة من التوتر ما بين الطرفين، ولا داعي إلى يعني الأحاديث الإعلامية اللي عملتها الحقيقة إسرائيل، ولذلك يعني كان في رقابة على الأحداث قبل أن تصل إلى التحقيق. أنا شايف إن إحنا ننتظر الجانب المصري وهنعلق عليه وننتظر كمان نتائج التحقيق، ربما المتحدث العسكري المصري يطلعنا على حتى على التحقيق المبدئي اللي ممكن يوضح فيه ملابسات الحادث وكيفية التعامل مع هذا الحادث وحتى لا يتكرر مرة أخرى. دكتور محمد، أستاذ شلومو كان يعني قد أشار إلى حادثة سابقة كان فيها يعني تورط جندي مصري بعد ذلك تم احتوائها إلى حد كبير، هل يمكن أن تذهب الأمور كثيرة بنفس الاتجاه إذا ما استحضرنا هذا الحادث، أم أن الأمور مع ذروة التوتر ما بين مصر وإسرائيل طبيعة المكان نفسه أنه على الحدود مع رفح يمكن أن تغير في المعادلة أو الحسابات؟ لا، حوادث كثيرة جدا حصلت على مدار السنين من الثمانينات والتسعينات، حوادث كثيرة من هذا النوع تحدث بسبب قلة في الثقافة، عدم وعي، أخطاء بشرية، أتخيل أن هذا الحادث طيب دكتور محمد فقط لا أعذرني لأنه الأخبار تتوالى عن المتحدث العسكري المصري اللي أكد أنه حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين، وقال المتحدث العسكري المصري أيضا أننا نجري تحقيقا حيال حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي في رفح. إذن الجانب المصري أيضا يؤكد هذا الاشتباك وهذا الحادث ووجود تحقيق ويؤكد مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين، ما الذي يعني هذا؟ يعني هو أكد كده أكد أن هناك حدث بالفعل، ولكن قيد التحقيق لازم نقف على الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا التوتر وإلى الضرب بالنار الحي على من جانب إلى جانب آخر. أتخيل أن لازم التحقيق يتم ونعرف مين المخطئ، وأتخيل حتى لو هو جندي إسرائيلي هيتم تقديمه إلى المحاكمة، ومصر هتنتظر المحاكمة ولن تنتهي. يعني يجب أن احنا نعرف من خلال اللجان الثنائية المشتركة سواء اللجنة الأمنية أو اللجنة العسكرية هنتعرف على ملابسات هذا الحادث من خلال تجارب السابقة واللجان المشتركة والتحقيقات المشتركة، ما الذي نتوقعه الآن من الطرفين أو الخطوات المقبلة؟ أتوقع أنه هيظهروا البيان وهيوضحوا الحادث تم إزاي وهيتم احتواء هذا الموقف، لأن يعني كلا الطرفين حريص على معاهدة السلام وحريص على الحفاظ عليه كلا الطرفين، وأؤكد أن كلا الطرفين ليس من
طرف واحد، لا توجد لدولة يعني أطماع في الدخول في مناوشات سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية حتى. الكل لديه مشاكله الخاصة، مصر لدينا مشاكل حدودية ومشاكل اقتصادية، وبالتالي ننأى بنفسنا على الدخول في أي صراعات عسكرية. وكذلك إسرائيل لديها مشاكل كثيرة وتورطت في حرب لا يعلم نهايتها هتكون إمتى، وهناك جبهات مفتوحة عليها كثير، وهي لا ترغب أبدا في الدخول مع مناوشات حتى عسكرية مع دولة بحجم مصر. وهي استفادت كثير جدا من معاهدة السلام كما استفادت مصر، وبالتالي أتخيل هيغلبوا لغة العقل في هذه الإشكالية، وسوف يتم احتوائها في أسرع وقت ممكن. دعني فقط لو سمحت لي دكتور محمد أتحول لأستاذ أشرف أيضا لأستسقي رأيه وتعقيبه في تصريحات المتحدث العسكري المصري اللي أكد أن هناك تحقيق يجري حيال حادث إطلاق النار على الشريط الحدودي والذي أكد وقوعه، وأكد أيضا مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين. أستاذ أشرف. هي سمع حضرتك كويس، بكل تأكيد أعتقد أن هذا الأمر خضع للتحقيق في الساعات الماضية، وهناك استخلاصات مصرية تجريها الآن لتقييم ما حدث وما سوف يتبعه من إجراءات ستسعى لها القاهرة خلال الساعات القادمة فيما يتعلق بضرورة أن يكون هناك اطلاع على التحقيق الإسرائيلي، وربما تعقد اجتماعات حتى على المستوى الرسمي بين لجنة الاتصال بين خبراء لجنة الاتصال العسكرية من الجانبين، وتجرى مشاورات على المستوى الأمني والسياسي خلال الساعات القادمة، لأن هناك محاولة لاحتواء هذا الحادث، خاصة أن القاهرة موقفها واضح وواضحة هذا الشأن، وربما بعد إجراء هذا التحقيق الذي سوف تنتهي منه السلطات المصرية ولدينا كل الثقة في التحقيقات المصرية لما لديها من مصداقية وموثوقية، سيكون هناك بالفعل توجيه الاتهام للجانب الإسرائيلي باعتبار متسبب في مثل هذا الحادث، لأنه يبدو أن قوة النيران الإسرائيلية تعاملت خرقت كل المحاذير وأيضا سعت إلى إحداث وقوع إصابات في الجانب المصري بدليل وفاة هذا الجندي من قوات التأمين، وبالتالي هذا الأمر يترتب عليه مجموعة من المطالب ولائحة مطالب مصرية من الآن حتى يتم تدارك هذا الأمر، خاصة أن القاهرة لن تسعى لقبول هذا الحادث وتظل مكتوفة الأيدي، سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات والتحركات على أكثر من صعيد، خاصة القاهرة الغير راغبة في التصعيد ولا ذاهبة باتجاه حرب ولا حتى بتأليب الحدود المصرية الإسرائيلية، لكنها من حقها أن تسعى لفرض قيود وارتباطات لحماية أمنها القومي، وبالتالي هذا الأمر لن يمر أن يكون هناك بالفعل جملة من المواقف والسياسات المصرية في هذا الإطار على مستوى السياسي والأمني وحتى على مستوى التنسيق العسكري في المرحلة القادمة. وأعتقد أن أفضل السبل أن يكون هناك انسحاب، أن تبادر إسرائيل بوضع جدول الزمن وتعتزل للقاهرة وأن تقدم الضمانات ألا يتكرر مثل هذا الأمر مرة ثانية، وأعتقد أنه لن يتكرر إلا بوسيلة واحدة، وأن يكون هناك خروج كامل على الأقل في هذه المرحلة الدقيقة في ضوء هذا الحادث الأليم بخروج قوات إسرائيلية من منطقة رفح بالكامل حتى يكون هناك استمرار للنقاش والتداول في المفاوضات واستعارتها خلال المرحلة القادمة. هل هذا الحادث طب ولكن هل هذا متوقع؟ هل هذا متوقع أستاذ أشرف عندما يبادر الجانب الإسرائيلي على أساس أنه من بادر في هذه الحادثة وإطلاق النار هو الجانب المصري، عندما أيضا يعني تم الزج باسم القاهرة كما أشرنا ربما في بداية هذه التغطية وأشار إلى ذلك الدكتور محمد باسم مصر تم الزج بها خلال فترات الماضية كلها، إسرائيل اللي أصرت على يعني زيادة وتصعيد وتكثيف لضرباتها في رفح ما بعد قرار محكمة العدل الدولية اللي أمرتها بوقف فوري لهذه العمليات هناك وبفتح معبر رفح. تحدث المجتمع الدولي، فما الذي يدفعها الآن إلى الانسحاب في ضوء عملية أو إطلاق نار أو تبادل لإطلاق النار؟ بكل تأكيد أسباب كثيرة أن تسعى للحفاظ على وتيرة العلاقات والسكون والكمون في مجمل العلاقات على مدار 45 عاما، لأن القاهرة يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك قرارات الشرعية الدولية تصدر بخروج قوات أخيرا الجمعة الماضية لمحكمة العدل الدولية بخروج قوات الاحتلال من معبر رفح وفتح معبر رفح من الجانب الإسرائيلي حتى تتمكن القاهرة من استمرار إنفاذ من دخول المساعدات، لكن هذا الاحتلال لو استمر في معبر رفح بهذه الآلية وفي ضوء هذا الحادث
أعتقد أنه يمثل درجة كبيرة من استمرار التوتر في العلاقات، لأن هذا الأمر سيقابل برد فعل مصري، لا أقول حربا ولا أقول أدخل في نزاع مسلح، لكن أقول على الأقل أن يكون هناك ضوابط سياسية وأمنية خلال الساعات القادمة لمراجعات كثيرة نقضية من قبل الجانب الإسرائيلي، وأقل ما تطلبه القاهرة في هذا الشأن أن يكون هناك انسحاب من إسرائيل من منطقة رفح، وأن يكون هناك خروج أيضا من معبر رفح من قبل القنب على الخط الفلسطيني، وأن يكون هناك أيضا التزام بكل ما وضعته القاهرة من تحذيرات وضوابط وأيضا مطالب منذ الأسبوعين الماضيين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رفح. وبالتالي هذا الحارس ما لم يكن لديه المعالجة الكاملة والشاملة التي تطلبها القاهرة في ضوء التحقيقات وما سيتم تقديمه للجانب الإسرائيلي من قبل استخلاصات مصرية مقرونة بمجموعة مطالب واشتراطات مصرية، أعتقد أن هذا الأمر لن تقبل به القاهرة إلا إذا كان هناك التزام وضمانة إسرائيلية ربما تكون خطية أيضا لعدم تكرار هذا الأمر حتى لا يساء لعلاقات توتر في المرحلة القادمة، لأن هذا الحادث سيشكل درجة من احتقان الغضب في الشارع المصري، وهذا متوقع من الآن، ربما يكون حديث الشارع المصري على مدار الثلاثة أيام الماضية. وماذا سوف يكون رد الفعل المصري على مقتل هذا الجندي على قد قوات إسرائيلية غاشمة أو قاتلة كما تفعل في قطاع غزة؟ كل هذه أسئلة مصارة لدى صنع القرار والقيادة والدولة وقوات الجيش، وأعتقد الدولة تسعى للحفاظ على أبنائها وقواتها وحدودها وأيضا أمنها القومي بكثير من الضوابط، وهذا ما سوف تلجأ إليه القاهرة في الساعات القادمة لتغيير المعادلة إذا كانت إسرائيل راغبة في الحفاظ على اتفاق كامب ديفيد وراغبة في ضمان سلامة وأمن واستقرار الحدود المصرية الإسرائيلية في المقام الأول قبل الحدود المصرية الفلسطينية، خاصة أن هذا الأمر لديه تبعات على إسرائيل تأخذها في الاعتبار وأن تتعاطى بإيجابية مع كل ما تطرحه مصر من مطالب ومواقف خلال الساعات القادمة، وهذا سوف يتوقف عن نتائج التحقيقات المصرية ومجملها التي سوف تصب في خانة تغيير المعادلة باتجاه القبول والاستجابة لكل التحذيرات والمواقف المصرية بشكل كامل للأمر برمته. وأعتقد أن هذا سوف يكون مطلب وأيضا توجه القاهرة للتعاطي مع تفاصيل هذا المشهد بشكل أكثر شمولية وربما اتساعا عما كان قائما منذ الاحتلال الإسرائيلي لغزة ثم ستبعه بمنطقة رفح في هذا الشأن. إذن أشكرك شكرا جزيلا أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام من القاهرة. أشكر أيضا ضيفي من القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور، ومن القاهرة أيضا الخبير في شؤون الأمن القومي دكتور محمد عبد الواحد.